رح نكفي معكم اكيد، ولكن في معنا 6 صبايا، 1 5 5، وجانا رح اكيد بركي بيساعدهم بيتعلم منهم كمان موهبتهم، بنتعرف على هالموهبه اكيد بجيل توب. ثانك يو رولا لهالمقدمه الكتير حلوه والمعبره عن جد، انا بيكبر قلبي وقت اسمعك. اكيد مثل ما قلتي عندنا 5 صبايا، يا ستي ما حدا بيعرف، بركي حدا بتجي معنا وحده، بركي انت بتجي رولا معنا بترقصي. بيرقصوا اكيد، وراح نتعرف على وحده، كل وحده بيناتكم، وراح تخبرونا قد ايش صاركم عم ترقصوا، وراح نشوف رقصه اكيد، وراح نرجع بعدين نكمل انترفيو. بنبلش معك. الميكرو. اسمي ياسمين. ياسمين، وقد ايه عمرك ياسمين؟ 12 سنه. وقد ايه صار لك عم ترقصي؟ كثير زمان يعني انا والرقص. اوف، وليه بتحب الرقص؟ لانه يعني بخليني ارتاح. بترتاحي بالرقص وبتتعبي اما لا بتعب الرقص؟ سوري. هيدا سامي كنت عم اعرفكم عليه قبل. سامي مدير المسرح. ايه ياسمين، كنت عم تقولي لي عمرك 12 سنه وصار لك 12، صار لك كثير فتره طويله عم ترقصي. وشو كمان شو بدك تخبريني؟ وليه بتحبي الرقص؟ قلنا انه بخلينا ارتاح كيف بتشرح لك يعني اكثر شيء بتحسي حياتك هي الرقص؟ ايه حياتك الرقص كله. اوكي، هلا بنرجع بنكمل معك انترفيو، بنكمل معك قمر. اسمي قمر. منيحه. قد ايه عمرك؟ 12. كمان 12 بس بالطول بتعطي 16. طيب وقد ايه صار لك عم ترقصي؟ شي 3 سنين. 3 سنين. وليه حبيت الرقص؟ شو شجعك على الرقص؟ عشان بخليني ارتاح، ولو حيالله شي دغري برقص انه بخليني بدل كل شيء كل وقت كيف ما كان. يعني بفش اللي يخليك فيها نقول. يعني وشو احلى رقصة عندك؟ كل شيء. كل شيء احلى رقصة عندك. انا اسمي هيا. هيا، وقد صار لك قد عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، وشو قد صار لك عم ترقصي؟ 4 سنين. 4 سنين، وليه حلي نقيت الرقص؟ شو حبيتي بالرقص؟ ما بتعرف. تيابكم لبقتون على بعض كلكم زيت شيء؟ كلكم هيدا الاوتفيت تبعكم هتروح ترقصوا بتلبسوا هيك دايما؟ لا لا بس كل مرة شيء؟ اوكي. اسمي زوبو. زو؟ زوبو. زوبا. وقد ايه عمري؟ 11. 11 سنة، أصغر وحدة بيناتهم؟ لا أنا بعرف أصغر كمان، وقد ايه صار لك عم ترقصي؟ 5 ل6 سنين. وبتحسي الرقص صعب؟ أمرار يا أمرار لا. كل الناس فيهم يرقصوا أما لا؟ إيه حسب. كمان أنا يعني في أرقص؟ حسب إذا يعني بتحس نفس الشيء. ما بعرف، لازم هلا بنجرب، هلا بركي بتعلمونا. ونكمل معك. أصغر وحدة بيناتهم؟ إيه 10 سنين. هلا. قدرتها دغري. وقد ايه صار لك عم ترقصي؟ قصت كثير. 7 سنين 8 سنين. واحلى رقصة عندك اياها؟ كل شيء حلو. واحلى موسيقى ترقصي عليها اياها؟ كمان ما بتعرفي. بتحبي ترقصي على العربي اما لا؟ امرارا ايه امرارا لا، حسب شو الغنية. اوقات ايه اوقات لا. عندنا كليب رح نحضر احنا قصير عنكم، خلينا نحضره، حدا رح يفسر لي عنه. نحضر الكليب مع بعض. Put that record on and replay. Don't you see how them is moving booty? Every time you play this record, smell like follow them. Screaming like a coupe. Mr. Mina move my nookie like a hoochie. But I'm haters, haters, whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad pump. Sure.
مين رح يحكينا عن رقصه؟ مين رح يخبرنا عن رقصه؟ كلهم ضلوا عليكي. أكثر وحدة بتحكي بيناتهم إيه؟ كنا عم نحضر الكليب، مين بفسر لي عن الكليب قبل أول شيء؟ هيك نحن بنتمرن. بتتمرنوا؟ أنتوا وين بتتمرنوا؟ بالبلياد دانس ستوديو. وهيدي معلمتكم معنا؟ ايه اكيد. بتعذبكم؟ لا كثير منيحة. كثير منيحة، هيك قالتكم تقولوا ايه؟ لا نحن طيب وقد بتتمرنوا بالجمعة؟ كل الويكند. كل ويكند تمرنوا؟ سبت أحد؟ جمعة سبت أحد؟ وقد ايه وقت؟ أربع ساعات باليوم. أربع ساعات بالنهار بتتمرنوا رقص؟ بنروح على البيت نتمرن كمان. وبتروح على وين بتتمرني بالبيت؟ عندي أنا محلات بتدرب فيها مثلا تحت مش بالصالون يعني بالصالون بتدرب أمرار بس كسر شيء بالبيت أما لا لا أمر كسر شيء بالبيت أما بعد لا كانت كمان عن جد أربع ساعات جمعة سبت أحد تمرنوا أي ساعة الجمعة بعد المدرسة دغري؟ لا بعد الظهر يعني بعد الظهر بتخلصوا وبتروحوا لعندهم يعني بتتمرنوا وبتتعبي بتحسي إنه ما جاي على بالي بقى إنه شيء متعب بها لا بتعب بس إنه هيدا بيكون أحسن يعني بتحبيه عشان بصير بدي اكثر اتمرن وهيك وبتعملي شيء سبور غير الرقص اما اخذ لك وقتك الرقص كله لا الرقص رقص بس بتعملي بس ترقص الرقص هل بدك تحبيها يعني وبتحبي تكملي فيها بعدين؟ ايه بتكملي فيها بعدين بتكبري ايه. بدك شو بدك تعملي انه بروفيشنال دانسر ما بدك تعلمي؟ بلا ما بدك تتعلمي تكملي حكيمه محاميه لا اذا الاهل عم يحضروا ما خصني انا هي قالت عن جد ما خصني كمان بتتمرني معهم كل هالوقت، انتوا هلا بس انتوا اما في اكثر منكم بكثير في كثار كثير يعني كم وحده؟ في شباب معكم اما لا؟ بلا في صغار هي قالت لا انت قلت ايه؟ يعني صغار شفنا ما في بس انا بالصغار في في يعني شباب وشباب يرقصوا زيت الرقص معكم هيب هوب وهيك كمان وبتحسوا انه اصعب للشاب يتعلم الرقص من البنت؟ لا كله نفس الشيء كله نفس الشيء كمان هيك قالوا لكم تقولوا؟ لا ما حدا قال لنا شو اهم عندك وقت ترجعي بتنطري يعني الجمعه السبت احد لتروحي تتمرني اما بتتمرني بالبيت؟ هلا بتمرن بالبيت بس كمان بنطر كثير متشوقه للجمعه السبت وانتم بزيت المدرسه؟ بزيت الصف؟ او اصغر اصغر اوكي واصحاب مع بعض بالمدرسه؟ ايه بتسلموا على بعض وكل شيء او ما بتعرفوا بعض؟ كثير بتمشوا مع بعض كمان بالمدرسه لانه يعني انتم اكثريتهم 12 في عندنا 11 و10 بتهتموا ببعض بتلاقيهم بتتبعوا وفي حدا بيجي جديد معكم بالعاده بيرقص يعني انتم هلا شفناكم لابسين زيت التياب وزيت الاوتفيت وكل شيء في بنات غيركم كمان زيت التياب وزيت الاوتفيت وزيت كل شيء بتمشي يعني انه مثل كرو يعني في اعتبر بنات وبتساعدوا بعض؟ ايه اوكي كمان بدك تتخصصي بالرقص؟ بدك وقت تكبري بدك تعملي بس رقص او بدك تحبي تعملي حكيمه، محاميه، مهندسه؟ نعمل رقص وشي ثاني شو بتحبي تعملي؟ محاميه كان انا قلت لك محاميه، اذا قلت لك شي ثاني كثير اخوه؟ ايه بس ما بتشبهوا بعض ما بعرف هي اصغر وبتساعده يعني انت قلتي لا انت نصحتيها تجي معك هي رح تجاوب اختك نصحتك تروحي ترقصي اما انت قررت بدي ارقص لا لقيت انه كلهم عم بيرقصوا رحت جربت الرقص بعدين لقيت الرقص كثير انه حلو وهيك بخليني اشعر عملتي باليه اما شيء قبل ما يعني مثل هلا شفنا رقص هيب هوب بعتقد كان الرقص هلا شفناه عملته باليه بعدين قررت انه بتنقله في ستيجز اما دغري بتفوتي بتعملي هيب هوب انا اول شيء رحت بالرقص بالمدرسه بعدين فتت على البليه وبلشت رقص مثلا هيب هوب باليه ولا اوكي هو اي احلى رقصه عندك اي نوع هيب هوب هيب هوب نرجع نرد الميكرو لعنده رح نرجع نشوف الرقصه بعد مره اللي عملتوها هلا نرجع نشوفكم عم ترقصوا ونختم فيها يعني بعتقد عم تحكينا عن الرقص انت شجعت اختك بتشجع الناس كمان يفوتوا يرقصوا اصحابك بالمدرسه ايه. كلهم بتقولوا يجوا يرقصوا معكم ايه. ودائما بتقولوا يروحوا على هالمحل يرقصوا يتعلموا معكم بتعملوا شيء ايفنت بتعملوا قدام الناس رقصتوا ايه. وين؟ انه عادة اذا حدا قال لنا انه بدنا نرقص بنرقص وهيك انا عادي ما عندك مشكله قمر بتحبي الرقص كثير قلتي لي وبدك تعملي بدك تخصصي فيها بعدين بتحبي تعلمي الناس اوقات كيف يرقصوا بتفسري لهم لاصحابك بتساعديهم دائما دائما واقفه حدهم يعني وعامله ايفنت رقصه بتستحي وقت ترقص قدام الناس اما ما عندك مشكله ابدا ابدا اكيد عمرك 12 سنه بس طيب رح نحضر الرقصه بعد مره فيها نرجع نشوفها يلا
replay. Don't you see how them is more than booty? Every time you play this record, smell like follow them, screaming like a groupie. Misdemeanor, move my nookie like a hoochie. But I'm here to say this whatever you say, because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad pump. اكيد يعني شفنا الرقصه قد ايه فيكم ترقصوا اطول شيء اطول رقصه رقصينا يعني وقت قد ما بدنا يعني فينا نرقص طول النهار فيك ترقص طول النهار انت اصلا بتمرني كل النهار وما وقت يعني بتركزي على الدرس بتلحقي تعملي درسي كم اهم شيء اهم شيء هلا تعملي درسك بعدين تشوفي الرقص واهلك بيشجعوك على الرقص بيقول لك انت واختك يعني بالاخ عندكم حدا ثاني بعد بالعائله لا بس انا وياها بس انت وياها و اثنيناتكم يعني بترقصوا مع بعض بتساعدوا بعض بس اول شيء لازم تخلصوا درسكم ايه اهم شيء يعني حدا ما بده يزيد شيء بده يقول ميرسي لحدا شكر ما في شكر ما حدا بس ميرسي للمعلمه اللي معنا اللي عم ريم ولين كيلو وميرا مجزي اللي عم بتعينا معكم قاعده معنا اكيد بنحب نقول ثانك يو لرولا كمان على السناب اللي كانت عم تصورون شغله تعلمتها جديد صرت تفوت كل شيء بسناب معنا يعني عن جد يعني عملوا لها قاعده تشوفوا قد ايه حلوه الحياه طبخ التبوله والساندويشات ثانك يو عن جد انبسطنا فيكم اليوم حلوه كثير الرقصه جود لوك وللرقص وبعرف انه بتعملوا باتلز انتم اوقات رقص شي مرة عملتوا باتل بين مش انتو كرو وهالمدرسة وهالمدرسة ما فتوا باتل اوف ذا دانس شي هيك؟ لا لا دانسينج وذ ذا ستارز ما فكرت تنزلوا شي هيك كمان لا طيب هيدا حلقتنا اليوم اكيد ثانك يو رولا ثانك يو لك ميرسي على دعاية سناب شات على كل حال بتعقدوا بنات وجود لك اكيد ان شاء الله بتوصلوا للمحل اللي انتم عاملكم توصلوا له لقدام ونشوفكم ستارز ستارز كثير كبار بنتوقف مع بريك ومن بعدها بنكفي اكيد مع الشيف حسين